مرحبا واضح، أنا اسمي ريم حرفوش، صيدلانية متخرجة من جامعة تشرين، معي ماستر بالمايكروبيولوجي وإيمونولوجي، وهلأ عم أعمل بي اتش دي. دراجتي هيك بعتبرها مثل صديقتي. في استقلالية رائعة باستخدام الدراجة الهوائية كبنت أو حتى كسيدة. من حوالي 5 سنين صار عنا أزمة مواصلات ومحروقات هون بسوريا، فحبيت أرجع أستخدمها. قلت هي وسيلة تنقل وممكن أني روح مشاوير روح فيها كمان على الجامعة وعلى شغلي. فشفت صديق لإلي هو عنده سيارة وعنده دراجة هوائية، موقف السيارة وعم يستخدم الدراجة الهوائية بتنقلاته لعمله. عارني بسكليرتو لفترة وحبيت الفكرة، صرت أتحرك عليها. فبعدين قررت أني أشتري دراجة خاصة فيني وصير استخدمها بتنقلاتي. بعد فترة من استخدامي للدراجة الهوائية قررت أنتسب للاتحاد الرياضي باللاذقين، وصرت لعب الدراجات، ضليت أتمرن وشاركت بعدة بطولات، وحصلت مرة على بطولة جمهورية المركز الثالث، ميدالية البرونزية. ومن بعدها صار كتير فتيات من زملائي أو طالباتي حتى يسألوني عن موضوع الدراجة، وصرت دلهم أنه كيف ممكن يجيبوا دراجة، وصرت دربهم حتى. انطلقت مبادرتنا، سميتها، دورت كتير على تسمية لحتى سمي مبادرتي. آخر شي سميتها ليتس بايك، مع مجموعة من الشباب والصبايا بآبل 2017. وقتها عملنا صفحة على الفيسبوك، وصرت نزل إيفنتات دورية كل أسبوعين أو كل أسبوع حسب يعني. هلا من انا وصغيره كان عندي شغف كثير حلو بالبسكليت، وانقطعت فتره كثير طويله. لمره هيك بالصدفه شفت الدكتوره ريم، تعرفت عليها وكثير شجعتني، وصرنا نطلع مشاوير كثير في عالم مثلا نحن ماشيين كثير شجعونا، برافو عليكم كذا، وخاصه انت بنت ولسه فوق هيك محجبه، انه كيف عم تسوي بسكليت قدام العالم وما بتخجلي وكذا. تعليقات سلبيه مثلا يقولوا لي الله لين كبرك، او بتسابقي او يضحكوا. في تعليقات إيجابية كتير، إنه برافو ومشجعك ويا ريتنا محلك، يعني كتير اسمع يا ريتنا محلك خاصة من النساء. ليش لا أما البت تتعلم سباحة، أما البت تتعلم طيارة، البت تتعلم تحارب، يعني البت مو غلط تتعلم أي كان شيء، بس في شيء إنه الحدود. لا هي عادية إذا البنت ساقط بسكليت أو متور حتى، ما هي لا هي غريبة ولا فيها أي نوع لا من الخجل ولا من الغرابة. كتير بشجع الفتيات بالعالم العربي على استخدام الدراجة الهوائية بتنقلات، سواء لدير الجامعة أو للمدرسة أو للعمل، للسوق، لمشوار، أي شيء. هلأ عم شوف في كتير بنات بمصر بيستخدموا الدراجات الهوائية، بلبنان، بسوريا لسه شوي محدود يعني الاستخدام من قبل الفتيات. ما تخلي المجتمع أو رأي المجتمع يكون حاجز لحتى يمنعك عن استخدام الدراجة الهوائية، لأنه ما في أي شيء محرج أبداً، وهي وسيلة كتير اقتصادية ومريحة وصديقة للبيئة، وتشعري بحرية.